اليوم برحاب كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، فبرحابها هناك ندوة جد مهمة حول الذكاء الاصطناعي والقانون. وهذه الندوة صادفت كذلك تبوؤ جامعة محمد الأول بالصدارة إفريقيا في مهرجان الذكاء الدولي للذكاء الاصطناعي بكان الفرنسية، تبوؤها المركز الأول إفريقيا حول الذكاء الاصطناعي. وهذه الندوة فهي ندوة جد مهمة، لأن هناك يعني ميدان آخر اللي هو جد مهم، وهو ميدان ديال القانون والذكاء الاصطناعي. فهذه الندوة ففيها عدة خبراء من جامعة محمد الأول وكذلك خبراء خارج الجامعة سيناقشون هذه المسألة اللي هي جد مهمة، وهو المجال القانوني والأخلاقي لاستعمال الذكاء الاصطناعي. إذن فأتمنى لهذه الندوة النجاح، وأتمنى كذلك للخبراء أن يخرجوا بواحد التوصيات اللي هي جد مهمة حول الأخلاقيات وحول يعني قانون الذكاء الاصطناعي، فأتمنى لهم التوفيق والنجاح.